ليلة أخرى من ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين. النهاردة معانا النجم الفلسطيني المصري. احنا خلاص اعتبرناه مصري على طول، لأن هو قد إيه احنا بقينا بنحبه وبقينا مرتبطين بيه وبنستناه في كل مهرجان يطل علينا ويبدع ويتألق. الفنان الفلسطيني محمد عساف، أهلا بيك. أهلا بيك والله يسعدك، ويعني شكرا على هالمقدمة الرائعة. الله يخليك يا رب، العكس أنا شرف لي عن حقيقة أني أكون بين أهلي وأحبتي في مصر العروبة، مصر قلب العروبة الكبير اللي دائما نعتز فيه، وحقيقة وليس رياء. لما نتكلم عن مصر بنحكي عن تاريخ من الأمجاد، واليوم إحنا موجودين في مهرجان الموسيقى العربية وبالتحديد في الأوبرا المصرية، اللي هي شرف يعني لأي فنان عربي إنه يكون موجود في هذا المهرجان. سعيد بكل المنظمين، بالموسيقيين، شيء عظيم وجميل إحنا كفنانين عرب بنشوفه كمان في مصر، راعية الفن والفنانين والفن العربي. فحقيقة مصر هاي عظيمة بشعبها، بأهلها، بثقافتها، بفنها اللي تعلمنا منه الكثير. فبالعكس أنت في مقدمتك يعني أنا يشرفني أني أكون ابن هذه البلد العزيزة على قلوبنا جميعا. شرف لينا والله بجد، يعني أنت بتتكلم حلو وبتغني حلو كمان، فمش يعني مش غريبة على الشعب الفلسطيني الحبيب الشقيق. يعني تعالى نتكلم، نرجع من بدايتك. طبعا عرب ايدل دي نقول لأي حد، أي فنان، أي شخص بتكون ليه نقطة التحول، تغيير المسار بيتغير من نقطة معينة. نقول برنامج عرب ايدل هي كانت الفرصة اللي وش السعد عليك. أيوة. العالم كله عرفك، العالم العربي طبعا كله عرفك، ودي كانت أمنية منك ان انت نفسك توصل الأغنية الفلسطينية تحطها على خارطة الطريق او خارطة الفن العربي. كلمنا بقى. يعني هاي التجربة يعني أعظم تجربة كانت حقيقة إلي، إنه أكون من خلال هذا البرنامج اللي وصلني النهاردة أجي أتكلم معاك في المقابلة دي. عرب ايدل كان وش السعد علي وفال خير طيب علي، وأعطاني هاي الفرصة اللي إن شاء الله يعني أستطيع إنه أنا أكون قد هاي الفرصة وهاي المسؤولية اللي يعني من هذيك الأيام أصبح عند محمد جمهور ودخلت يعني الساحة الفنية العربية. الحمد لله رب العالمين، يعني سعيد بما قدمته. يعني الإنسان مرات يعني لما بينجح بيحس نفسه أنه دائما يطمح أكثر، هيك طبيعة الإنسان، ودائما إن شاء الله يا رب نكون بنقدم شغلات جميلة ويحبها الجمهور. ومرحلة يعني صار لها سنوات لكن دائما حاضرة يعني أمامي في أي مكان وفي أي حفل وفي أي مهرجان أنا بطلع. فهي التجربة كانت هي النقل النوعية لمحمد اللي وصلته لهذا المكان، الحمد لله بفضل الله أولا وبفضل الناس اللي حبتنا ووقفت معنا ودعمتنا لحد هاي اللحظة. كنت منهم الحقيقة يعني. طبعاً. طيب مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية أكيد ليها طبعا يعني نقول إحساس مختلف، وقفة مختلفة. كلمنا عن مشاركتك وقد إيه بيمثل لك المهرجان أو دار الأوبرا عموما. يعني بشكل عام تعرفي أنا كمحمد يعني أنا بتشرفت بإني أكون موجود في للمرة الخامسة في مهرجان الموسيقى العربية وفي الأوبرا اللي هي كانت زمان محمد هو صغير كان حلم بالنسبة لي إني أغني في الأوبرا المصرية. الحلم هذا الحمد لله يعني تحقق وأنا للمرة الخامسة يعني بغني في هذا المهرجان. أهمية هذا المهرجان يعني لأي فنان عربي بتاريخ الأوبرا والموسيقى العربية بشكل عام هي مركزها مصر، وإحنا يعني أي فنان عربي له الشرف أنه يكون موجود بمصر وأنه يغني في مسارح مصر، وخاصة ما بالك أنه مسرح الأوبرا هذا المسرح اللي كثير من الفنانين العرب العظماء اللي وقفوا وغنوا. فهذا شرف لمحمد بشكل خاص أنه يأتي ويغني في هذا المسرح. أهمية هذا المهرجان إن لم يكن هو الأهم حقيقة، وهنا أنا مش بجامل أو بنافق حقيقة، لأنه مهرجان الموسيقى العربية والأوبرا بشكل خاص يعني ذو قيمة فنية، ليس فقط فنية بل وأيضا تاريخية لأي فنان عربي بيوقف على هذا المسرح وبيغني، حتى لنوعية الجمهور كمان اللي بيحضر الصفوة زي ما بسموه. فتحدي جديد للمرة الخامسة، وإن شاء الله ما يكونش الأخير يا ربي، دائما هيك نكون يعني نتشرف إنه نكون موجودين دائما، مش
مش بس في مهرجان الموسيقى العربية أو الأوبرا، في كل مصر، لأنه خليني أحكي لك أنه أي فنان عربي يجب أنه تكون له موطئ قدم في مصر، لأنه مصر هي اللي علمتنا الفن والثقافة. فكمان مرة أنا بقول لك أنا سعيد جدا أنه أنا أكون في مصر وفي الأوبرا وفي مهرجان الموسيقى العربية. احنا سعداء بيكم، متشرفين بيك بجد يا محمد. طيب أنا برضو في سؤال تاني مهم، مهرجان الموسيقى العربية ضم 101 مطرب عربي من 10 بلدان عربية مختلفة، في كمان دلوقتي طبعا نقول على غرار أو يعني مستمر مع مهرجان الموسيقى العربية موسم الرياض وهذا الانفتاح والتبادل الثقافي. وحقيقة أقول لك يعني صراحة يعني أنا من المتابعين، وإن شاء الله بكون لي فرصة أنه أشارك هذا العام إن شاء الله رب العالمين. من خلينا أقول لك موسم الرياض رائع جدا ما شاء الله، شفنا تنظيم وترتيب جدا رائع. هون حقيقة بدي أشكر كل القائمين على موسم الرياض، هذا الشيء العظيم. إحنا كفنانين سعداء جدا أنه نقابل أيضا جمهورنا في المملكة العربية السعودية. وحقيقي شوفي أي شيء له علاقة بالفن وبتطور الفن العربي، هذا شيء بيسعدنا إحنا كفنانين. فشيء التبادل الثقافي شيء مميز ورائع جدا 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 جدا. التبادل الثقافي عموما جميل والفني برضو، لأن لغة نقول القوة الناعمة أو لغة الموسيقى بالذات هي أكتر لغة سهلة بتجمع طبعا عليها كل العالم مش العرب فقط. مهرجان الموسيقى العربية دي دورة استثنائية لي، وفي بداية المهرجان حفل الافتتاح قدموا لمسة وفاء للدكتور الموسيقار طبعا رحمة الله عليه جمال سلامة وعبده داغر الموسيقار الكبير. لمسة الوفاء اللي محمد عساف هيقدمها لمين؟ يعني الحقيقة كثير، يعني شوفي الإنسان إذا يعني أنا كمحمد إذا بيقولوا لي يعني عندي استعداد أغني 5 ساعات ما عنديش مشكلة، نفسي أغني يعني عامل من خلال الجدول اللي أنا عامله راح أغني للأستاذ عبد الحليم حافظ، أستاذ محمد عبد الوهاب، بعض الأغاني الخاصة إلي لأنه طلب منا أنه بعض الأغاني الخاصة. ولكن الأوبرا هيك لها رهبة زي ما بيحكوها، تحسي نفسك أنه يعني كفنان أنك عايز تروح تغني ألوان مختلفة. يمكن خليني أحكي لك أنا كمحمد يمكن مثلي في الموسيقى والغناء الأستاذ الراحل محمد عبد الوهاب، رغم أنه دائما بيقولوا لي أنه أنت شوية راي على عبد الحليم، وأنا يشرفني. لكن مدرسة الأستاذ محمد عبد الوهاب هي مدرسة عظيمة جدا وأضافت الكثير للفن العربي، ويعني أصبحت تراث من الموسيقى العربية اللي إحنا لحد اليوم كفنانين وكموسيقيين في عالمنا العربي والعالم أيضا يعني بناخد نتعلم شوية من الأستاذ عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأنا رح أدي أغنية عندما يأتي المساء، هي من أصعب الأغاني اللي غناها الأستاذ محمد عبد الوهاب. يشرفني إن شاء الله أنه اليوم أقدمها من خلال مسرح الأوبرا، وإن شاء الله الناس تكون سعيدة. يعني هذا اللي بهمنا، يعني اليوم إحنا جايين نسعد الناس نفرح الناس نعمل طاقة حلوة هيك للناس بالأغاني والموسيقى اللي راح تتقدم، واللي ما شاء الله من بداية المهرجان يعني أنا صار لما مع البروفات بروح وباقي وشوف العديد من الفنانين والموسيقيين، وهذا شيء جميل إلنا كفنانين لما نشوف هاي الطاقات وهذا الفن والإبداع الجميل اللي إحنا بنشوفه من خلال مهرجان الموسيقى العربية. شكرا عن جد لكل حد قائم على هذا المهرجان. وإذا بتسمحي لي أحب أشكر الدكتورة جيهان يعني حقيقة على هذا المجهود وعلى الدعوة الكريمة اللي بتدعوني للمرة الخامسة، وهذا شرف عظيم لإلي. بدي أشكر كل القائمين وكل المنظمين وكل الموسيقيين اللي عن جد ما شاء الله قديش يعني بيتعبوا في البروفات معانا، الله يعطيهم الصحة. كمان بدي أشكر المايسترو أستاذ محمد الموجي اللي هو معايا كمان، فعن جد بدي أشكر كل حدا لأنه جمال مصر إنها جمعتنا في الأوبرا وفي مهرجان الموسيقى العربية 30، وهذا شرف لأي فنان. محمد عساف اخيرا عشان الحفل الجديد بقى اللي هتقدمه، انت كانت اخر حاجه نزلت حتى عندنا في نغم الحلزونة. يعني كانت تجربه حلوه وسعيد فيها. ان شاء الله حيكون عندي اغنيه راح اصورها بكره الحقيقه، كليب حصورها ان شاء الله، هي اغنيه باللهجه الصعيدي. نعم من كلمات عفوا الحان الاستاذ محمود الخيامي،
تجربة جديدة رح هي خالصة وجاهزة إن شاء الله، حنصورها وحننزلها إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. كمان شيء عندي تور من الحفلات، عندي 10 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية لجاليتنا العربية، ابتداء يعني من نهاية هذا الشهر لحد رأس السنة إن شاء الله حنكون في شيكاغو إن شاء الله. فبندعو كل جاليتنا العربية وجاليتنا المصرية أيضا هناك أنهم يتفضلوا على الحفلات اللي حتقام هناك إن شاء الله. فنان محمد عساف، نورتنا على نغم أف أم، وبجد إحنا سعداء بيك جدا إن شاء الله، يعني حفلة تكون موفقة وباقي كل حفلاتك إن شاء الله. يا رب، شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا، الله يخليك. حصريا حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 30 على الهواء مباشرة على نغم أف أم.